مرحبا بكم مجددا الآن مع أنشطة الصفحة 11 ودائما مع درس الملايين والملايير. إذا التمرين الأول، أنقل إلى دفتري الأعداد التالية ثم أكتبها بالحروف. إذا سنكتب هذه الأعداد بالحروف. إذا هنا لدينا 650 مليونا و143 ألفا و792. تنسى نكتبه بالحروف. 650 مليونا و143 ألفا و792. تنسى نكتبه هكذا. 650 ماذا؟ 50 مليونا و143 ألفا و792. إذن هذا العدد الأول. إذن العدد الثاني لدينا 35 مليارا. إذن 35 مليارا و431 مليونا و632 ألفا و700. إذن سنكتبها أيضا بالحروف هكذا. 35 مليارا و431 مليونا ثم ننتقل إلى خانة الآلاف و632 ألفا. ألفا و700 هكذا. ثم العدد الثالث لدينا 45 مليونا. إذن 45 مليونا و631 ألفا و102. إذن سنكتبها هكذا. 45 مليونا و631 ألفا و102 هكذا. ثم العدد الأخير لدينا 3 ملايير. إذن لدينا 3 ملايير و450 مليونا و178 ألفا و611. إذن سنكتبها بالحروف هكذا. 3 ملايير و450 مليونا و178 ألفا ثم و611. و611 هكذا.
إذا التمرين الثاني أكمل سلسلة الأعداد التالية. إذا لدينا هنا 4,732,000، ثم هنا 4,742,000. إذا ما تغير هنا هو نزيد ب10,000. إذا هنا عندنا 32، هنا أصبحت 42,000. إذا نزيد ب10,000. لذلك هنا العدد الذي سنكتب هو 4,752,000 هكذا. ثم هنا سنزيد أيضا ب10,000، سنكتب 4,762,000، ثم هنا 4,772,000 هكذا. ثم هنا لدينا 9,654,101. هنا أصبحت 8,654,101,001. إذن نفس الشيء هنا، إذن فقط هنا، إذن ننقص مليار واحد، ننقص مليار واحد. إذن هنا إذن هنا 9 ملايير، هنا 8 ملايير، هنا ستكون 7,654,101,000 هكذا. ثم هنا 6 ملايير، إذن هنا أيضا مليار واحد ناقص، هنا ستكون 5 ملايير، وباقي العدد 5,654,101,000 هكذا. الآن التمرين الثالث، j'utilise le tableau et je complète. Alors on a les milliards, les millions, les milliers et les unités. On a 7,769,151,032. Si 7 milliards, voilà 7,369,000, 151 milliers et 42. Ici, on a 701 milliards. Alors, 701 milliards. Combien de milliards? 701. 965 millions. 965 millions. Alors on a 965 millions et les milliers, on a 231 mille. Et 564. Le nombre suivant, nous avons 46 milliards dans le tableau. Donc on a 46 milliards. Combien de millions? On a 730 millions. Et 584 000. Et 123.
Et on a le dernier, ou nous avons le dernier nombre, c'est 201 milliards. 201 milliards. Donc, si 201 milliards, 117 millions, 117 millions, 463 mille, et 831. انتهى الدرس. نلتقي في الفيديو المقبل إن شاء الله مع الدرس الثاني. لا تنسوا متابعة القناة والإعجاب بها إذا أعجبكم طبعا المحتوى، والاشتراك فيها إذا كنتم تريدون متابعة باقي دروس هذا المرجع.